الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامج مجتمع بيرفكت. احبتي المشاهدين، الفقره الاولى اللي راح نبدي بها وياكم هي وجهه نظر. من خلال التساؤلات الفكريه والمواقف الاجتماعيه اللي نطرحها بالبرنامج، راح نتعرف على اختلاف الناس بطريقة تفكيرهم وتحليلهم للأمور وتفسيرهم إلها، وراح نشوف على أي أساس الإنسان ممكن يتخذ قراراته بالحياة، وراح نشوف الاختلاف في طرق التفكير وشلون هذا الاختلاف يثر الحوار ويغير وجهة النظر. وجهة نظر، وجهة نظر، وجهة نظر، وجهة نظر، وجهة نظر، وجهة نظر. إذا أنت كنت مقبل على الزواج وعرض عليك الزواج من امرأة منفصلة مطلقة أو رجل منفصل مطلق، راح تقبل ترتبط بي أو ما تقبل ترتبط بي؟ لا بس أوافق. أقبل. أقبل. ما أقبل. ما أقبل. أقبل. وافق. أقبل. خلونا سوا نروح نشوف الناس اللي ما قبلوا يرتبطون بالمطلقة أو المطلق، شنو الأسباب اللي عندهم وخلتهم يتخذون هذا القرار. ما أوافق لأنه ربما التجربة السابقة راح تنطبق علي وتنفرض فرض، لأن هاي الحياة اللي عاشها المطلقة عاشتها مع طليقها راح تفرضها علي، وأنا ما أريد هيك حياة مستنسخة. ما راح أقبل لأن يمكن الحب السابق أو حب الزوجة أو المنفصل عنها يكون بعده بقلبه، فيمكن أنا ما راح أقدر أخذ المساحة. خلينا نشوف الناس اللي قبلت ترتبط بالمنفصل أو المنفصلة، شنو الأسباب اللي دعتهم للقبول بهذا الارتباط؟ أوافق لأن هذه الأمور يعني ما لها علاقة بأي شيء، هي فقط يعني صدف حياة لا أكثر. مشاكل مرات هذا انفصل أو هذا كمل، ولا بأس يعني تبقى على الشخصية. جدا أوافق الموضوع، ما بي إنه ممكن نمر التجارب سيئة وأشخاص غلط، أوكي أقبل. عادي أوافق، لأنه الشغلات السيئة أوفى على صف أو جيدا أوفى على صف، فماكو كل مشكلة. إذا أي إنسان ما وافق على شخص إنه هذا متزوج أو ما متزوج ما راح تستمر. أوافق لأن هاي تجربة مو شخصية كاملة على الشخص، احتمال تجربته كانت خطأ وأنا الإنسان صح. أوافق، يجب أن لا ننظر إلى موضوع الطلاق دائما شيء سلبي. نفترض جدلا هي عندها أولاد وبعدين هي منفصلت إلا نتيجة أكو فت خلل بالعلاقة بينها وبين زوجها، لربما هي راح تنعكس عليه وعليه أنا ما أردت. ممكن أكو مجتمع موجودة بين نساء بدون هاي التجربة، فلهذا أنا ما أريد أكرر هاي. بس يمكن الشخص صارت لعبرة من تجربة فاشلة بحياته، وأنا راح أخذ إنسانة تكون إنسانة لها رأي ولها عزيمة، لأن اللي يقبل بيك ويرفض المجتمع اللي كان عايش بيه والبيئة اللي كان عايش بيه، ما طول رفض هذا إنسان تقدر تستند عليه، لأن إنسان عنده شخصية ما قبل يستند عليه ويعيش حياة مثل ما يقول روتينية أو يعيش حياة وهو مقتنع بيها، فلازم يرفض. لنفرض انه اللي انت تقدمت لها وهي منفصله اولادها بطولك عادي ما ابي اشكوا بها، او انه هي عندها اولاد، يعني انت راح تقبل انه راح تبقى مصمم انه راح ترتبط بيها؟ لا طبعا، لا عندها اولاد ويعيشون وياها ما اقدر. طيب انت اليوم اذا اجاك انسان او شخصيه انت ممكن نقدر نقول تحلمين بيها ووفر لك كل شيء، ومثل ما نقول فرشتك البحر طحينه وجد وكان حقيقي، يعني مو وهم وكلام فقط، وحبك بصدق وراح دق باب بيت اهلك وظل يروح ويجي ويتردد، هو رجل منفصل، شنو ردت فعلك وانت عاجبك وداخل قلبك؟ راح تظلين تحاربين على انه فكره منفصل فقط وتبقى هاي النظرة السوداوية أو الدوغمائية يعني مخيلتك؟ يمكن هو يمكن الخطأ من عنده، هو سبب الانفصال، ليش أنا أكرر الخطأ مرتين؟ طيب هو إذا رجل أنت حجماتك إنه دائما هو المخطئ، ليش مو هي؟ إذا كان عنده مواقف جميلة وياك، كان شخصية ذكوري
دائما الرجل بس الرجل يخطئ لا مجتمع ذكوري بس الرجل يخطئ اذا اثنين هما من سجمه وانت تشوفي شخصيه يعني دا اقول لك شخصيه امامك قاتل من اجلك وانسان معتدل وخريج مثقف واعي والرجل اللي انت تحلمين به بالاضافه الى انه ميسور ماليا واي شيء طلبتي توفر لك وقلتي له دق باب بيت اهلي وظل يتعنى ويحاول رفضوا اهل رفضوا اب وبدوا يلينون انت شنو يكون موقفك هنا انا انت تحبين يعني هو يمكن عنده اطفال نفرض ما عنده اطفال ما عنده اطفال ودا تحبيه وهي تمعي بشي ايش راح تسوي ما تعتبري هاي فرصه لا هو شنو ذنبه انه هو عاش مرحله من العمر فشلت ويا زوجها ويا زانه مو مثلك ما متوافق وياها انت سيده احلام يمكن هو عن طريق الاشره يمكن اذا كان الحب الجديد اقوى وامكانياته مو زوجته نقول طليقته يروح الحب طليقته الزوجه مو زوجه انت الموضوع هيك حاله ايش راح تسوي وتجي هيك شخصيه حقيقه انا بدي اتحدى تفضلت انه الحب القديم ما يموت بس اذا منتهي وقدم لها لا نقول الزوجه تفضلت لحظه وقدم لها امكانيات واشياء كثيره كثيره وشخصيه يعني سلبيه على مود اخذ شخص منفصل اها اذا انت هنا النقطه نحاورها انت مع سوداويه المجتمع انت امراه يمكن يوم من الايام راح تنفصلين اذا ارتبطتي لا سامح الله فانت المفروض كامراه حتعاني من هذا الشيء ومن هذا الهاجس في وسط مجتمع اسمحي لي احنا بمجتمع مثلا انت عشتي تجربته اذا عشتي تجربته الاهل الام اذا بتها انفصلت فراح تدورها على عزابي انما الابن مو بالضروره اذا هو مو اكو كثير من المنفصلات يجون شباب ومثل ما نقول بالعامي خالي مختلي ويحبها ويريدها ويتزوجها فعلا احيانا العفو حتى احيانا تكون كثير يعني اكبر من الرجل يعني اللي اقوله هي احنا ملتقين وجهات نظر الناس اللي راح تسمعنا تقول هذا رأي واحد وهذا رأي الآخر وهذا أنطى مبرراته والآخر أنطى مبرراته لربما مبرراتي على قدياتي أنت مبرراتك واسعة مفتوحة كل الناس تقبلها بس هو أني أنت لازم ما أكون نسخة مثلك أصلية مستنسخة أني رأيي وقناعاتي وجهة نظري تختلف عنك فأنت تحترم وجهة نظري واحترم حتى نعيش بسعادة أكيد لازم وهذا طيب أنا اليوم أطالبك أنك أن تمثل عقلية منفتحة ونقدر نقول قارئ حذق ومثقف المفروض أنت تساهم أنك تحمل راية هذا الفكر اللي هو نقدر نقول ما يظلم الآخر تحت أي تجربة من التجارب هل أنت مع اليوم أو ضد أنه الناس تناقض أو تنفر من مسألة هذا منفصل ذاك منفصل هاي منفصلة ليش منفصلة وتحت أي مبررات ما ينطل أي مبرر حتى تكمل مسيرة هذا الإنسان بالارتباط مع شخصك أو غير أحد يعني أنت هنا مع نظرة المجتمع السوداوية أم ضد انت ما تقدري تقولين علي انا راح امثل المجتمع كله انا امثل وجهه نظري ما هي وجهه نظرك انت ما من حقك تفرضين علي ان امثل المجتمع كامل وجهه نظري انا اذا اقولها انت مو فكرت تعتبر انت شنو انا مصلح اجتماعي وتردين رايي بحيث اثر على المجتمع لا لا انت احنا دور تاثير كلنا اليوم من دوري دوري انا امثل نفسي انت تاثرين انت تاثر انا ممكن اثر ممكن اثر بس مو كل التاثير الشيبه والانسان الكبير الناس تاخذ كلمته جزء الناس من يشوفك راح تاخذ كلمتك يعني كل واحد شيبه كبير هو كل الان اليوم الناس تاخذ كلمتك اليوم استاذه جامعيه من موقعك الاعلامي تاخذ واعي وعنده تجربه وعنده ثقافه حتى يفيد للناس الاناء ينضح ما بداخله احنا جاي نحكي كبيئتنا ومجتمعنا ايه؟ انا اليوم لا تقبلت البنيه حبتنا وحبيت الحب ترى مو شيء اساس بالزواج هذا الزواج زواج يختلف لازم تتقبل أسرة على أسرة أنا أسرته ما تتقبل هذا الشيء طيب أسرته ما تتقبل أبنائي أجيبهم وياي بالبيت ما يتقبل بعدني شاب جوز أنا ألاقي غيرها عندك مبرراتك نعم الرأي اللي طرحته رائع بس ناخذ كمثل أسماء بنت عميس زوجة جعفر الطيار أخو الإمام علي عندما استشهد تزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي بن أبي طالب صحيح أنه هناك فرق ما بين الأرملة والمطلقة هل تجد أن هذا الأمر إن حصل في العراق أنه كانت أرملة أو مطلقة مسألة عادية أو تضع عليها على مستوى أستاذ أنت سألت وتجاوبتك هسه أنت سألت وتجاوبتك الأرملة مو اختيارها قدر بس المطلقة اختيارها هاي تختلف على هذا هو بشكل عام كل حالة طلاق تتقبل احتمالين احتمال أما الرجل أو الأمرأة واحد من عندهم يكون مخطئ مرات العائلة والظرف العائلة والظرف أيضا ممكن يكون احتمال ثالث هذا
في حال حضرتك توفرت فرصة أنه ممكن تتزوج امرأة مطلقة وعرفت أنه ممكن يكون الظرف الزوج مالته السابق أو العائلة بشكل عام يعني. العادات والتقاليد تحكمنا وكذلك الأهل، مثلاً اليوم أنت الوحيد لأهلك، أهلك راح يتقبلون أنت راح تأخذ واحدة منفصلة؟ لا ما راح يقبلون. لحظة أنت تقولين ما راح يقبلون. ما راح يقبلون. ممكن أنا ذا أحبها ممكن أقنع أهلي. أحسنت. ممكن أقنعهم. ما راح تقدر تقنعهم لأن مثلاً بيئتها غير بيئتها. ليش؟ إحنا نحكي عن بيئة. مثلاً هي بيئتها من نوع الوسطية، أنت من نوع بيئتك أي البرجوازي إحنا نقول العالية. اي ما راح تتساوى طبقات انسان احبها اذا احبها بعيدا عن الحب هاي مسؤوليه الزواج مسؤوليه بعيدا عن مود فلوسها مود الحب ما يدخل مالتها. ما يدخل بالزواج يدخل انه انت تكون صاحب مسؤوليه انه انت راح تحكم عائلتك اذا انا مو قد المسؤوليه ليش اتزوج اتورط من البدايه على ليش اجبرها انا من البدايه ادخل تفاوضات ويا اهلي وادخل بمشاجرات جوز واحد منهم يضل شايل وجهه انا ما مقتنع من حكايتي مو شغله قناعه قد حكايتي ما تقدر مثلا انه هم يغضبون عليك تقول لك امه كان يغضب عليك لا تتزوج مو حياتها هاي حياتي بس هي راح تغضب عليك ما راح تعيش ويا احنا اذا ندخله من ناحيه العاطفه انه انت راح تقبل امك راح تضل غضبانه ما عنده مشكله يكون اسره وياها حياته خاصه ما راح تعيش وياها انا الداعش راح تخليها تنفصل مره ثانيه وتاذيها لان امك راح تعاديها كيف امك عاديها جدا طبيعي امه بكان كل إنسان مقتنع بوجهة نظرة وملتزم بيها حسب الأولويات اللي مخليها وشفنا شلون تغيرت وجهة النظر بمجرد ما صار تغيير بالأولويات لا زالت النظرة العامة للمنفصلين عند البعض تقول إنه التجارب الشخصية الماضية ممكن تأثر على تجربتي الجديدة وما أريد أكون ضحية لكن الحقيقة إنه لكل تجربة سابقة ظروف ومبررات قد تختلف عن التجربة الجديدة وممكن ينجح المشروع الجديد وبنفس الوقت ممكن هذا المشروع ما ينجح. أحبتي المشاهدين هذا كل ما عدنا بوجهة النظر لهذا اليوم نروح سوا لخليك إيجابي. خليك إيجابي. الكل يسأل عن النجاح، شنو النجاح؟ وشنو هي عادات الناجحين؟ وشنو هو التفكير للإنسان الناجح؟ وشنو هي طقوس النجاح؟ يا أخي ما هو تعريف النجاح بالنسبة لك؟ هل هو رجل الأعمال؟ أم الأم؟ أم المعلم؟ أم المهندس؟ أم الطبيب؟ أو الفلاح؟ وليش بعض الناس ينجح نجاحه غير عادي رغم أنه بداياته بسيطة وعادية؟ وليش البعض يفشل بالرغم من بداياته القوية؟ معقولة أكو سر للنجاح والفشل؟ الجواب نعم، للتحقيق المستمر لأي هدف أو وجهة تستحق في سر النجاح هو أنه أنت تصبح ما تفكر فيه. العقل لا يهتم بماذا تزرع فيه من أفكار سواء كانت إيجابية أو سلبية، هو يتفاعل ويا ما تزرع به سواء كان جيد أو غير جيد، فالعقل ينطيك نتيجة ما وضعت به من أفكار. حالك حال الفلاح اللي يزرع الأرض، فالأرض حيادية ما يهمها شنو راح يزرع الفلاح بها، الفلاح هو اللي يختار نوعية البذور ومن ثم يغرسها ويزقيها فترة من الزمن حتى تخرج إلى الثمار. تلك البذرة اللي زرعها الفلاح إذن إذا زرع بذور الحنطة حصد الحنطة وإذا زرع بذور السم حصد السم كذلك. فعقل الإنسان هو اللي ينطيك نتيجة ما وضعت به من أفكار سابقة وطموح سابق سواء كان جيد أو غير جيد. لذلك دائما خليك طموح ولا تخلي حدود طموحك وأحلامك واعمل دائما على تحويل هاي الأحلام إلى أهداف حتى تقدر تشتغل عليها وتحققها. ويا أخي ردد دائما بينك وبين نفسك أنا قوي وأني أقدر إن شاء الله أوصل لطموحي وأحقق أهدافي، أنا عندي ثقة وإيمان بالله إنه الله سبحانه وتعالى ينطيني الطاقة والقوة حتى أحقق أهدافي وأحلامي ونعمل باستمرار لتحقيق هاي الأهداف، لأنه سر النجاح بالعمل هو الاستمرارية والماء مع ليونته يذيب الحجر. اعلموا إنه كل سلوك ينتج عن الإنسان يمثل الصورة العامة لذلك الإنسان. أنت اليوم حيث أوصلتك أفكارك وغداً
راح تحدد مصيرك هاي الأفكار. لذلك راقب أفكارك لأنها سوف تصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، وراقب عاداتك لأنها ستصبح طباع، وراقب طباعك لأنها ستصبح مصيرك. لذلك احنا نقول دائما خلي تفكيركم إيجابي وصحيح وتركوا السلبية بكل تفاصيلها، ودائما خلوا الابتسامة تصاحب وجوهكم وخاطب الناس وأصدقائك. إذا يمك فكنيهم أبو فلان أم فلان، وإذا مو يمك فسميهم بأسمائهم. فخليك السبب في ابتسامة شخص يوميا. يا أخي اعمل خير، ساعد فقير أو محتاج، وخليك دائم العطاء ولا تنتظر المقابل من أحد. خليك إنسان معطاء أو مساهم في العطاء. والإمام الباقر عليه السلام يقول المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معطي. هذا كل اللي عندنا اليوم في خليك إيجابي. أحبتي المشاهدين، نروح وياكم للجيم ونشوف الشباب شو يريدون في الجيم. يعني أثناء التمرين يكون مو صياح وعياط أو شيء بسبيل هو ماخذ راحته وصديقه والثاني مسبب له إزعاج، هذا شيء ما مقبول. يعني وقلت لك احنا اهم شيء نركز على شغلة الخاولي مثلا على المصطبة اللي الرياضة اللي يتمرن، مثل ترك قنان المياه، تمرين بصوت مرتفع، يعني شوية تعاملهم يكون هنا بصوت عالي مرتفع. بالنسبة للأقراص قاعد اكو بينهم بعض الجماعة ياخذون يذبش ما كان، فهي شيء مو صحيح. اليوم الرياضة اللي يتمرن يكون اخلاقه احسن من الرياضة، يعني مثلا متدبلس ما يعوفه بالقاع، الحديد ما يعوفه، ابطالته يعني قدامه يشيلها، كل شيء انه قدامه يشيله، شيء يشوف قدامه يشيله. انه اهتم بنظافه جسم اللاعب، يعني اكو بعض الاحترام للاعبين، يعني من يحضر لهذا ويلعب فالجسم دائما يخرج طاقات السلبيه والسموم والرائحه الكريهه اللي ما يقول تفرز هاي الغدد. انت متى جاهز بالجهاز باللعب؟ انت متى تتمرن بالجهاز؟ تتمرن بساعه خلص تمرينك وخر خلي الثاني واحد يجي وراك يتمرن، لا تجي تاخذه تقول اخذه ويا للبيت تجي قاعد بيه. يعني اللاعب يكون ما يستحوذ على الجهاز نهائيا، يعني يخلص تمرينه ينزل من الجهاز يعطي مكان صديقه الاخر، زائدا عامل النظافه. بعد ان شفنا هاي السلبيات اللي ذكروها الشباب في الجيم، خلوا نروح سوا نشوف شنو الايجابيات اللي موجوده داخل الجيم. الايجابيات تعرف يعني مثلا اغلب رياضينا يجيك هادئ معطر، يجيك ملتزم بتمرينه بكورسه، فهذا شيء يعني من الزينات، هو هذا اللي نوصي به احنا ونريده، يلتزم الرياضي مثلا بالكورس مالته بغذائه بجسمه بعطره بخاوليه بكل شيء. حقيقه هي رياضه كمال الاجسام رياضه ايجابيه تمد الجسم بالطاقه وبالصحه وبالعافيه، واكيد انعكاسها على صحه القلب والمفاصل وكثير من الفوائد للجسم وللإنسان بصورة عامة. بالنسبة للفائدة هي لياقة بدنية كلش حلوة، لياقة للجسم، طبيعة الرياضة حلوة، نشاط. فأحسن ما بعض الشباب ضالت تروح هيك عاد بالقاعات، هم يستفادوا من تمارينهم وهم يطورون جسمهم وهم هم هاي لهم زينة. بالنسبة للقاعة الرياضية تكون متكاملة بجميع أجهزتها اللي يحتاجها المتدرب أو اللاعب لبناء عضلات الجسم من خلال توجيهات المدرب أو الكابتن المختص والمشرف على القاعة. أنه تجيب القاعة لياقة وجسم وبدنية. شفنا وياكم أحبتي المشاهدين آراء الشباب اللي موجودين بالجيم وشنو الأمور السلبية اللي موجودة بالجيم والأمور الإيجابية، وكذلك كالعادة نتمنى الإيجابية تكثر والسلبية تقل. هذا كل ما عدنا بشي يريدون، أخليكم تشوفون الكاركتر وآني اسمحوا لي. كثيرا ما كان يسمع وهو صغير كلمة ستكون مهندسا في المستقبل، كان أهله يرددون هذه الكلمة بكثرة على مسامعه. مرت الأيام والسنين وحلم الطفولة ما زال يتلألأ بين عينيه، ولكن سرعان ما تغير مسار حياته، فالحياة الصعبة التي كان يقاسيها هو وإخوته لم تكن في الحسبان.
إذ توفى والدهم وهم ما زالوا صغارا، وهو الولد البكر وكبير إخوته، وبذلك تحمل مسؤولية عائلته وترك الدراسة عند السادس الإعدادي، ثم توجه للعمل لكي يؤمن الظروف المعيشية لوالدته وإخوته. والدته كانت تعاني المرض وهي مقعدة في الفراش، وبالفعل انصب كل همه للعمل ولم يفكر بغير ذلك، فتحتم عليه أن يكون ما لا يريد. فالمستقبل الذي كان يعيشه بذاكرته ليس كالواقع الذي يعيشه الآن، لكنه كان قنوعا بما لديه. مرت سنين وهو يعيش الراحة الأبدية من خلال رعايته لأهله ووالدته. تزوج وأسس عائلته الصغيرة، وبفضل الله ودعاء والدته وهمته وإصراره وحرصه رغم مشاغله بالحياة والعمل وإدارة شؤون العائلة والضغوطات الجانبية، لم ينسى حلم الطفولة وراح يفكر كيف لي أن أعيد مشروع دراستي الذي أكل الدهر عليه وشرب. كان من المفترض لمن هو في مكانه بعد هذه المسؤوليات الكثيرة ألا يفكر بما فاته، لكن الطموح كان ينبض في جوارحه ليستعيد لنفسه شعور الفخر والاعتزاز. قرر أن يعود لمقاعد الدراسة، لم يتأخر لحظة واحدة، سرعان ما قدم للامتحانات الخارجية رغم ضيق وقته الذي كان أغلبه التزامات في العمل والأسرة. بدأ في القراءة والمراجعة، وكان يجاهد ليجد ولو الوقت القليل للقراءة، ونجح أخيرا من السادس العلمي وبمعدل يؤهله للدراسة في كلية الهندسة التي تمناها منذ طفولته. دخل وهو فخور بنفسه، ثم تخرج من الكلية وكبر لديه الطموح لأن يكمل ما بدأ، فحصل على الماجستير ومن ثم الدكتوراه وأصبح معيدا بنفس الجامعة. إنه شيء لا يصدق، كل هذا كان بمثابة المعجزة بالنسبة له، لكن إيمانه وثقته بالله سبحانه كانت أقوى من كل المتاعب والعراقيل. كان دائما يصبر نفسه ويقول بعد التعب سنجد الراحة. شكرا لله، هذا ما أنا عليه اليوم. إخوته وبفضل الله تخرجوا من الدراسة الجامعية، ووالدته المريضة صاحبة الدعوات المستمرة والتي تعرف السماء يداها وصوتها جيدا، أصبحت فخورة بابنها والذي حققه في حياته العملية والشخصية والعلمية. وهنا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة في نهاية الكلام، خذ النصيحة ممن مر بظرفك، وليس الواجب فقط أن تختار الطريق الصحيح من دون أن تسلكه، واعلم أن الحظ لا يحالف من يعتمد عليه. اصنع لنفسك شأنا من رحم المعاناة، فإن من كانت له فكرة فله في كل شيء عبرة.